اهلا بكم من جديد. دلوقتي المحاكمات ما بقتش بتتم في ساحات القضاء بس، ولكن هناك بعض الاعلاميين وبعض القنوات التلفزيونيه بتصوروا ان المحاكمات ممكن تتم قدام الكاميرات. طبعا هناك فاصل ما بين احكام القضاء والتعقيب على احكام القضاء وقدره الاعلام على الفعل. الاعلام مفروض ناقل لما يحدث وليس محرك للاحداث. عموما احنا بيسعدنا وجود دكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهره. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. والمستشار جمال القيسوني رئيس محكمه جنايات القاهره. اهلا وسهلا دكتور محمود. هل هناك في القانون ما يمنع التعليق على احكام القضاء؟ يعني مش بالضبط، انما المحظور في القانون هو التاثير على قاضي في اثناء نظره في قضيه معينه، ده الممنوع قانونا والمعاقب عليه جنائيا في قانون العقوبات، وكذلك محظور ايضا اهانه القضاء باي شكل من الاشكال. فاذا تضمن التعقيب او التعليق او مناقشه حكم معين شيئا من ذلك ومثل تاثيرا على قاضي او تاثير على محكمه او اهانه للقضاء باي صوره من الصور، فإن ذلك يعتبر جريمة جنائية بيعاقب عليها القانون. يعني لكن ما تقدرش تقول إن في نص يحظر كده التعقيب أو التعليق، يعني ممكن التعقيب يشمل صور كثيرة جدا، ممكن شرح الحكم، بيان حيثياته، تفسيره أمام الناس إلى غير ذلك، بيان الآثار اللي بتترتب عليه. لكن إذا تضمن أثناء التعليق أو التعقيب إهانة للقضاء بشكل او باخر، لانها قد تتضمن قد تتمثل في انتقاد للحكم او تاثير، محاوله للتاثير على القاضي، فهذا هو المحظور والمعاقب عليه جنائي. طب اذا سياده المستشار، طبقا لكلام سياده العميد محمود كبيش، ان التعليق على احكام القضاء اذا تضمن تفنيد علمي للحكم مثلا او ومناقشه لحيثياته عند عرض التعليق، اذا ده شيء مفيد، ربما يكون شيء مفيد. لا، كيف يتسنى ان انا اعلق على الحكم ويبقى مفيد؟ ان انا بشكل علمي بحلل الحكم، مش بعلق بشكل يعني شعوري مثلا او انفعالي، او مش ده اللي اقصده. انا اقصد انه في اطار بدل ما فيش قانون بيمنع التعليق على احكام القضاء، اذا انا لو ناقشت الحكم معين هو مثلاً في التزام ادبي بان احكام القضاء لابد ان تحترم. اولا احنا عندنا القضاء احكامه او نوعيه القضايا ثلاثه: مدني وجنائي وإداري. التعليق دايما بينصب على الأحكام الجنائية لأن دي اللي بتثير الرأي العام. الأحكام الجنائية لها ظروف معينة ولها إجراءات معينة. أنا عندي أنواع الجرائم في قانون العقوبات، ثلاث أنواع من الجرائم: جناية وجنحة ومخالفة. وكل نوع من أنواع ده سببه العقوبة. فالجناية لها أربع عقوبات، والجنحة لها عقوبتين، والمخالفة لها عقوبة واحدة. التركيز كله في التعليق بينصب على الجناية. الجنح أمرها بسيط، يمكن عشان عقوبتها أكثر بسيطة، لأنها الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات أو الغرامة التي يزيد مقدارها على 100 جنيه. نيجي للجناية، لها أربع عقوبات: الإعدام، السجن المؤبد، السجن المشدد، والسجن. فدي بتحتاج نوع من التأني. ليه؟ لأن القضايا الجنائية بالذات في الجناية بينظرها عدد من 3 مستشارين، كل دايرة مكونة من 3 مستشارين. كل محكمة استئناف بترسل صورة كاملة من القضية، من القضايا التي تنظرها الدايرة إلى أعضاء الدايرة. يعني أنا مثلا بنظر 30-40 جناية، المحكمة بتصورهم وتبعتهم للأعضاء الدوائر. يعني أنا بتجي لي صورة، العضو اليمين بيجي له صورة، العضو اليسار بيجي له صورة، ويتم قراءة كل جناية من أول صفحة لآخر صفحة وتلخيصها، بحيث أن المحكمة لما تقعد على المنصة تبقى على دراية بموضوع القضية. بنبدأ نظر القضية، قد تكون الأحكام، قد يكون نظر القضية إما حضوري أو غياب، يعني معنى ذلك المتهم حضر أو ما حضرش. إذا حضر بيبقى بيتم نظر القضية طبعا، و
بقى عقب المرافعة يتم المداولة فيها. بعد كده لو صدر الحكم يبقى بينفتح مجال الطعن بالنقض. الحكم ده قابل للطعن بالنقض سواء من النيابة أو من المتهم، لأن أطراف الدعوة الجنائية النيابة والمتهم. فأنا لما بيصدر الحكم من أول درجة كيف أعلق عليه ولسه مجال الطعن مفتوح؟ هنا نروح للفكرة اللي الدكتور محمود كان تضمن التأثير. تأثير هنا تأثير هنا تضمن تأثير، لكن لو ما بعد النقد، لأن أنا بس نقطة حضرتك بتقول إنه التزام أدبي، والدكتور محمود قال إن مفيش قانون مفيش نص بيمنع إنما أنا النهاردة بالنسبة لي الأحكام الجنائية وخاصة في الإعدام وما أثير أخيرا في التعليق على قضايا الإعدام، قضية الإعدام لها ضوابط معينة تتضمن الآتي: أن المحكمة الجنائية يتعين عليها أن ترسل القضية عملا بالمادة 381 من قانون الإجراءات إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي فيما نسب إلى المتهم. ده بيبقى قرار وليس حكم، قرار ترسل المحكمة القضية إلى فضيلة المفتي، وهناك مجموعة من السادة المستشارين منتدبين عند فضيلة المفتي يتولوا دراسة القضية من ناحية الشرعية. ده بالنسبة لأحكام الإعدام. وأنا كنت عايز أرجع كمان للقضية اللي هي أثرت جدلا واسعا، يعني مش تعليقا على الحكم ولكن فكرة الجدل الواسع في الإعلام الغربي والإعلام العالمي، وحتى سكرتير عام الأمم المتحدة علق على الحكم اللي هي خلية المشهورة بخلية المريض. بس احنا معانا كمان أستاذ محمد العطيفي رئيس تحرير شرق تريبيون ببريطانيا. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك أستاذ محمد. بالنسبة للموقف الخارجية البريطانية واستدعائها للسفير المصري وابداعها اعتراض، حضرتك بتشوفه ازاي؟ وموقف بريطانيا انها قالت انها تدعم الحريات في مصر بمليون استرليني او هتزيد دعمها للحريات في مصر. هو طبعا الموقف البريطاني واوروبا بشكل عام هي تستنكر احكام الاعدام، وغالبا لا يوجد احكام اعدام لديه، وبالتالي هذا ما يجعل الخارجية البريطانية استائت من القسم الأخير في مصر من الأحكام الصادرة بالإعدام. وهذه يعني تعود لهم، هذه وجهة نظرهم، لأنهم يرون أيضا أن حقوق الإنسان يجب أن يكون لها اعتبار. وبالتالي لو وجدنا السياسة الخارجية البريطانية والسياسة الخارجية حتى الأمريكية في جوهرها حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان هم يستنكروا ما يسمى أحكام الإعدام في هذا الوقت. إذن القضية بتتلخص في استنكارهم لأحكام الإعدام، لكن كمان في رعاية بريطانية تحكم عليه في قضية خلية ما يعرف بخلية الماريوت صحفيين الجزيرة، كان ليهم اعتراضات بخصوص هذا الأمر برضو. ما هذا أمر طبيعي، هو يستنكر أحكام الإعدام بصفة عامة، ليس ليكون أن هناك مواطن بريطاني تم الاعدام عليه. هم ما تمش ولا ما كانتش قضيه اعدام، هو اتحكم عليه بسبع سنوات اعتقد. ايوه عقوبه مقيده للحريه. بالتاكيد يعني هي عقوبه مقيده للحريه، خصوصا ان الصحفيين عملهم صحفي هو يحاول ان ينقل الحقيقه، وبالتالي ان يكون له مساحه من الحريه في ان ينقل حتى رؤيته او رؤيه الجريده بتاعته للرأي العام في بريطانيا. فهذا يعتبر، وهذه النقطة تعتبر إلى حد ما يعني مثيرة إلى القلق في بالنسبة للخارجية البريطانية، وبالتالي هم يرون يعني يقولون أو حتى في تصريحهم حاولوا أن يقولوا أن هذه الأحكام يعني تعبر عن أن القضاء في مصر هناك شيء يحوم حوله، لماذا يصدر هذه الأحكام خصوصا أحكام الإعدام أو الأحكام التي تمس خصوصا حرية الصحفيين. ونحن نرى أن في الفترات الأخيرة كان هناك مشاكل كثيرة تواجه الصحفيين، هم الآن أو الغرب بصفة عامة يحاول أن يجد بعض القوانين أو يتم بعض القوانين التي تضمن حرية الصحفيين. شكرا أستاذ محمد عطيفي رئيس تحرير الشرق تريبيون من بريطانيا. شكرا يا فندم. دكتور محمود، وزير خارجية ترجم الأحكام الخاصة بصحفيين الجزيرة وبيان النائب العام عشان يشرح ملابسات القضيات، لكن هل احنا ممكن يعني نرد بشكل أقوى من كده؟ يعني دلوقتي بصراحة الوضع العالمي
بالنسبه لهذه القضيه بالذات بتاعت الصحفيين، سكرتير عام الامم المتحده، هيومن رايتس ووتش، الجمعيه العالميه لحقوق الانسان، الصحافه العالميه، هل لو في القانون ممكن لو واحد مرتكب جنحه او مخالفه، هي مش جنحه او مخالفه بالتاكيد زي ما كان بيشرح، هي جنايه، لكن ممكن ابعاده خارج البلاد؟ شوف انا هقول حضرتك حاجه يعني بخصوص المساله ككل. يا ريت. اولا ردود افعالنا لابد ان تكون هادئه وبسيطه وتواجه حقائق معينه موجوده. اولا مصر او اي دوله الان ليست بمعزل عن المجتمع الدولي. ما اقدرش اقول زي ما بقول بعض الساده الاعلاميين، اشكرك يا استاذ، اشكرك يا دكتور محمود، ولازم نعمل فيهم ولازم نسوي. لا، العالم كله الان مرتبط فيما بينه بمصالح كثيره جدا، ما تقدرش اطلاقا انك تستبعد البعد الدولي في هذا الامر. يعني مبدئيا مصير العالم كله مرتبط ببعضه. طبعا طبعا، والعلاقات بين الدول دي مساله لابد من المحافظه عليها بطريقه او باخرى، هذا امر، وهذا لا يمس سياده الدوله ان هي تحافظ على علاقتها بالدول الاخرى. هذه نقطه. النقطه الثانيه، هناك مبدا مقرر في القانون الدولي في ميثاق الامم المتحده، هذا المبدا تاكد في كل المواثيق الدوليه، هو احترام سياده الدوله وعدم التدخل في شانها الداخلي. اخص شؤون التدخل هو التدخل في شان القضاء، وهو ليس تدخل في شان الدوله فقط، وانما هو دعوه. لما بيقولوا عايزين الحكومه تلغي هذه الاحكام، او بيوجه الخطاب الى رئيس الدوله لإلغاء هذه الأحكام أو تخفيفها، فهذا مش تدخل فقط في شأن الدولة في مصر، وإنما هو دعوة إلى الاعتداء على استقلال القضاء. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، إن هذه الدول كما أوضح المتحدث بتهتم بأمرين أساسيين، عقوبة الإعدام وحرية الصحافة أو الإعلام. دي مهمة جدا عندهم، يعني حتى في داخل دولهم. عقوبة الإعدام ثار جدل طويل في أوروبا وفي العالم الغربي منذ فترة طويلة بين الإبقاء والإلغاء، وانتهى الرأي في تلك الدول لدرجة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لدرجة إن الرئيس، أنا كنت متذكر وكنت في البعثة في ذلك الوقت في فرنسا، الدعاية الانتخابية أو الحملة الانتخابية اللي أسس عليها الرئيس فرانسوا ميتران قبل، يعني مش عارفين تجوز عليه الرحمة ولا إيه، لما كان في الانتخابات الرئاسية مع فاليري جيسكار ديستان، كان بيقول أنا لو نجحت حلغي عقوبة الإعدام. كان أعتقد في سنة 80، وكان لها تأثير جدا جدا في نجاحه في الحملة الانتخابية. فمعظم هذه الدول ألغت عقوبة الإعدام. لكن في مشكلة أساسية، أنا لما أخذ كل هذه الاعتبارات وأضعها أمامي، لابد وأن نحرص على الآتي. أولا، مسألة التدخل في الشأن القضاء في الشأن المصري الداخلي مرفوضة طبعا. إذا كانوا بيتخذوا بعض الإجراءات الدبلوماسية، لابد من الرد عليها بنفس الكيفية. فإذا صعدوا نصعد، يعني استدعاء سفير، استدعي سفير وأبين له احتجاجي على هذا الاستدعاء، وإذا وصلنا إلى أبعد من ذلك أيضا نطور في التعامل الدبلوماسي معهم، وأعتقد وزارة الخارجية حريصة على هذا. الأمر الأهم من ذلك بقى، أن لازم أبين، لأنه واضح أن هناك فكر على الأقل كلام في الظاهر مغلوط لدى هؤلاء. هو بيتكلم دلوقتي الأخ المتدخل هو في صحيفة تريبيون أنه في اعتداء على حرية الصحافة أو حرية الرأي والتعبير وما إلى ذلك بالحكم الذي صدر ضد الصحفيين. لازم نوضح له، ودي مهمة جدا،
حضرتك بتسأل من الناحية القانونية. إن حرية الصحافة مكفولة في مصر، حرية الإعلام مكفولة في مصر، وإنما الذي حدث من هؤلاء هو قال حينما ينشر الحقيقة، الذي حدث من هؤلاء وده اللي لازم يتضح لهم ويوضح لهم ويبين لهم النصوص قانون العقوبات في مصر، إن هم قاموا بنشر أكاذيب أساءت أو من شأنها زي ما بينص قانون العقوبات من شأنها الإساءة إلى الوضع الاقتصادي والأمن القومي المصري. ده اللي كانت بيعملوا هؤلاء الصحفيين، وهذه جريمة من جرائم أمن الدولة عقوبتها جسيمة جدا. فلا بد من أن نوضح هذه الحقيقة للناس دول. لما بنيجي نتكلم عن عقوبة الإعدام في مصر، لم تلغيها مصر بطبيعة الحال، بس لأنه كان في جدل في دول أخرى زي الصين حتى ما ألغتش بالضبط. وإحنا عندنا سيبك يعني هم لا يفهمون أن تقول لهم أن هذه العقوبة مقررة في الشريعة الإسلامية، هم يقولك ما لناش دعوة الشريعة الإسلامية دي بتاعتكم. لكن أنا من المنطق والطبيعي أخاطبهم، يعني من في الجدل بتاعي والنقاش بتاعي بيكون علمي، بقول لهم أن أنا يعني قبل أن يعني أستهجن الاعتداء على روح إنسان اللي هو الجاني، لابد أن أتذكر أنه أزهق أرواح أبرياء، أيهما أولى في الرعاية؟ هل هي روح البريء؟ هل هو أمن الدولة ككل وحياة المجتمع كله، ولا أرواح الأشرار الذين ارتكبوا الجرائم أو أرواح الإرهابيين؟ ولازم بيان لهم مدى جسامة الجرم الذي ارتكب وتم بناء عليه إصدار هذه الأحكام، فضلا عن أنه لازم نوضح لهم أن هذه الأحكام دي مهمة وزارة الخارجية حقيقة بمعاونة القانونيين الموجودين فيها. لازم نوضح لهم إيه هي الجرائم تحديدا التي ارتكبت واستحق عنها هؤلاء تلك العقوبة، وأن هذه الأحكام في كل الأحوال حتى ولو صدرت من قضاء والقضاء له استقلال وأنه لا يصدر الحكم إلا خصوصا حكم الإعدام إلا بعد دراسة كافية ووافية وضمانات تفوق بكثير الضمانات المقررة بالنسبة للعقوبات الأخرى، لازم أبين لهم أن هذا حكم صادر من محكمة الجنايات، وهذا الحكم من الممكن زي أي مكان في الدنيا صادر عن بشر قد يشوبه عوار معين، قد يشوبه خطأ معين، هناك وسائل قانونية للطعن، ولسه فيه على هذا طعن وسائل، بل إن القانون جعل لا في الجناية ما فيش استئناف، ما فيش استئناف، في نقط الجناية الاستئناف في الجناح الاستئناف. طب أنا عايز أروح لسيادة المستشار إن إحنا إزاي نحمي سيادة البلد واستقلال القضاء وفي نفس الوقت نتفادى الانتقادات الدولية، ولا كده كده مش هنتفادى الانتقادات؟ لا أصل إحنا معرضين للانتقادات في الوضع الحالي، إحنا معرضين للانتقادات، إنما لابد أن يتفهم العامة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون في محاكمة الأشخاص. هل يحق لأن أي شخص يرتكب أي جريمة إن أنا ما عقبوش ولا حكمه بصفته إنه صحفي أو خلافه؟ لا، الكل بيتساوى طبعا، وطبعا العقوبات بتختلف من جريمة الأخرى، فمش كله في إعدام، جرائم الإعدام لها عقوبة الإعدام لها جرائم معينة والعقوبات الأخرى لها جرائم معينة، يعني مش كله بيتساوى في الإعدام. فعشان كده لابد إن احنا هنواجه هذا المجتمع الدولي بإن احنا نشرح ضوابط تطبيق العقوبات في مصر وإنها بتختلف من جريمة الأخرى. وإلا إذا زي ما الدكتور محمود اتكلم على إن في بعض الدول لغت عقوبة الإعدام، كان هناك اتجاه سابق بإلغاء عقوبة الإعدام، ده كان هيفتح لنا مجال آخر وهو الأخذ بالصقر، وانت عارف إحنا عندنا في مصر طبعا عملية الطار، فلن يشفى غليل أهلية المجني عليه إلا إذا القضاء حكم بما يطمئن إليه بأن هذا الشخص ارتكب الجريمة وموجودة في الشريعة الإسلامية وموجودة في الشريعة. فعشان كده أنا لو لغيت عقوبة الإعدام هفتح مجال الطار، صحيح، يبقى آخرتها إيه؟ أنا هتوقف مع اتصال تليفوني مع الأستاذ حافظ أبو سعد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا أستاذ حافظ.
اهلا استاذ تامر، تحياتي للدكتور كوبيش ومعالي المستشار. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، تحياتي يا استاذ حافظ. استاذ حافظ، ايه الموقف مؤسسات حقوق الانسان الدوليه من حكم الخاص بصحفيين الجزيره؟ واحنا سمعنا يعني لما هيومان رايتس ووتش كان تصريحها اعتقد يعني خانوا الموضوعيه شويه، لاول مره يبقى متطرف كده في الكلام يعني. مثلا شوف، انا تقديري انه طبعا ردود فعل فيها نوع من التصيد والتسييس للمواقف واستخدام لغه حاده مع الدوله المصريه، وده اللي احنا اعترضنا عليه بصراحه. يعني ان اي منظمه تنتقد وتاخذ وتقول راي ماشي، انما مثلا ان يوصف الدستور المصري انه لا يستحق الورق الذي كتب عليه، ده تجاوز غير مقبول من اي حد، لان احنا بنتكلم على دستور كتبه الشعب المصري واستفتى عليه الشعب المصري واصبح دستورا يعبر عن إرادة المصريين، وبالتالي أي منظمة تنتقد تحترم إرادة المصريين وتحترم الشعب المصري. إنما وإحنا لازم نفهمه إن إحنا عندنا أن نظام قضائي فيه المحاكمة على درجتين، بالذات بعد الدستور الأخير أصبح حتى في الجنايات أصبحت المحاكمة على درجتين وثم محكمة النقض بعد ذلك، فيستطيع المحاكمة أن تتم. وممكن نرى ان الحكم متشدد، لكن ما يقولش ابدا انه هذا مخالف للدستور والدستور لا يستحق. هما بيحاولوا يستبقوا ايه بالظبط؟ يعني حتى بان كي مون اتكلم امبارح على الاحكام. يعني لا، ما هو ده ضغط 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 سياسي في تسييس للمواقف ديت، لانه لما نقيس المواقف من اول ثوره 30 يونيو والتحفظ عليها وعدم وصفها بانها ثوره، ثم التصيد في على كل حكم ودون النظر الى انه هذا نحن يعني لدينا محاكم الاستئناف ومحاكم النقض امامها الاف القضايا، ده معناه انه كثير من المصريين انفسهم يعتبروا ان بعض الاحكام مخالفه للقانون او مخالفه حتى لا يعني في انتقاد ليها، فبيطلع للمحكمه الاعلى والمحكمه الاعلى تصحح، واذا ما عجبوش بنطلع لمحكمه النقض ومحكمه النقض تصحح، بمعنى ان احنا عندنا نظام قضائي يضبط احكامه وفقط نعطيه الاستقلاليه ونعطيه الثقه ونثق في احكامه ونثق بانه قادر على تصحيح. انما في الحقيقه بعض المنظمات بيبقى لها مواقف سياسيه، وده اللي بيضر قضيه حقوق الانسان، بنرى مواعيد مزدوجه. النقطه الثانيه انه يمكن ان يتهم صحفي بجريمه غير جرائم النشر، طبعا بيحدث، حدث هذا مع سامي الحاج في امريكا وهو كان الكاميرا مان لقناه الجزيره، حصل ده مع تيسير علوني في اسبانيا، بس سامي الحاج ده راح جوانتانامو تقريبا يا فندم. انا بتكلم على سامي الحاج جوانتانامو، كان في الولايات المتحده الامريكيه اتقبض عليه في افغانستان، وبتكلم على تيسير علوني اتقبض عليه برضه في افغانستان وقبض عليه اسبانيا وحكمته وخد 7 سنوات سجن وقضاه، فده حد بيحدث. انما احنا بنتكلم على انه موقفنا هو رفض الحبس للصحفيين في جرائم النشر. ده الموقف الواضح والمحدد. انما بنتمنى انه ان شاء الله الاحكام دي هتنزل من المحكمه الاعلى والمحاكم، وان انا اثق في القضاء المصري وان القضاء له سمعه جيده بالذات القضاء الجنائي، ونتمنى انه المنظمات عندما تاتي وتاخذ موقف لابد ان تستخدم لغه يعني تحترم إرادة الشعب المصري وتحترم تاريخ الشعب المصري وتحترم نظام القانوني والقضائي، وهو نظام يقوم على التعددية الأكثر من درجة ويصحح نفسه بنفسه. وإحنا بندعوهم أنهم يكونوا أكثر موضوعية في بياناتهم. شكرا أستاذ حافظ أبو سعد، رئيس المنظمة المصرية حقوق الإنسان. شكرا يا فندم. سيادة المستشار، المنظومة التشريعية في مصر ما الذي تحتاجه للتطوير؟ هي بس يعني قلة عدد القضاة، هم 14,000 قاضي أكثر من ذلك. لا، أنا بتكلم على قضاة محكمة الجنايات. ليه؟ كم عددهم قد إيه يا فندم؟ يعني العدد قليل لا يتناسب مع عدد القضايا التي تنظر أمام كل دايرة، فلا بد من إن احنا نزود عدد قضاة محكمة الجنايات عشان ندي فرصة لسرعة الفصل، لأن القاضي الجنائي بيحترق في مصر. طب ما القاضي الجنائي ده يا فندم يعني بقلة خبرتي وعدم معرفتي الكبيرة طبعا زي حضرتك، بس بيحتاج لتدريب وإعداد كبير جدا. لا، ما هو ما بيصلش إلى رئيس استئناف إلا بعد أن يمر بمراحل كتير. يعني الأول طبعا بيتعين في النيابة، وبعدين يتعين في مرحلة القضاء الابتدائي، وبعدين يروح محكمة الاستئناف
بدرجة مستشار ثم نائب استئناف ثم رئيس استئناف. ودي بعد حوالي 30 35 سنة عمل في القضاء، فدي مش فترة قليلة. دي محتاجة خطة، اللي حضرتك بتطالب بيه دي محتاجة خطة ما طبعا دي يعني. ترجع لاعتمادات اتفاق السيد مستشار وزير العدل مع وزير المالية بتدعيم وزارة العدل بميزانية بحيث ان احنا نسمح بالتوسع في زيادة عدد القضاء. طب هل نحتاج يا دكتور محمود اشياء اخرى، تعديلات جوهرية في نظام القضاء المصري مثلا؟ يعني طبعا الدستور السيد المستشار فعلا اشار الى نقطة مهمة جدا وهو ان احنا الدوائر الجنايات مرهقة جدا، لانها يعني امامها عدد من القضايا غير عادي. يعني لما تنظر دائرة جنايات 20 قضية في الجلسة، ده قليل يا شيخ، يعني ده اقل من 35 40، او احيانا بتصل ده محكمة النقد بتصل فيها احيانا القضايا في رول الى 30 قضية في بعض الاحيان. والفرض ان محكمة النقد المفروض ما تنظرش اكثر من قضيتين ثلاثة. محكمة الجنايات علشان لا نرهق القاضي ايضا، لان القاضي بشر طبعا ويريد ان يقرأ بتأني وبتأمل أيضا، لأن القضاء الجنائي بيعتمد على العقيدة، حرية القاضي في الاقتناع، فمحتاج أنه يتأمل ما بين السطور المكتوبة، مش بس يقرأ، ما هيش أدلة محددة، إذا توافرت حكمة، فإذا لم تتوفر فلا يحكم، لا، ده هو بيقضي بناء على قناعته من مجمل الأدلة المقدمة أمامه. فأنا محتاج زي ما قلنا زيادة فعلا عدد القضاء. أنا محتاج الأهم من ذلك الحقيقة، يعني لازم نفكر في مسألة التخصص، تخصص القاضي الجنائي، لأن القضاء المدني يختلف تماما، القضاء المدني والتجاري والفروع الأخرى للقضاء يختلف تماما عن القضاء الجنائي. القضاء الجنائي له بيفترض مؤهلات معينة أو مؤهلات معينة بيكتسبها عبر السنوات وعبر القضايا التي ينظرها والأحكام التي يصدرها. اللي بيحصل أنه أحيانا أنا بجيب قضاء من الدوائر المدني اللي ما اشتغلش جنائي إطلاقا، سيادة المستشار يمكن يعلم ذلك، وأحطهم فجأة في دائرة جنايات، بيصبح مع احترامي الكامل القاضي اللي جاي من المدني معظم الشغل في الدائرة بيتحمله القاضي اللي بيشتغل جنائي بقاله مدة طويلة. يعني بيكون هو مكمل للعدد أكثر منه مساعد، لأنه خبرته بتبقى في الجنائي محدودة. ولذلك يعني أصبح ضروريا، ودي فكرة كانت مطروحة من فترة طويلة ولا زالت غير مأخوذ بها، أصبح من الضروري أن نفكر جديا في مسألة تخصص القاضي. يعني قضاة المدني اشتغل مدني، قضاة الجنائي يشتغل جنائي لأنه بيكتسب خبرة متراكمة، ما يشتغلش مثلا كم سنة جنائي وبعدين ينتقل تاني للمدني فيفقد بعض الخبرة اللي تراكمت لديه في الجنائي. فضلا عن ذلك فإنه الدستور نص على استئناف أحكام محاكم الجنايات. دستور 2012 الحقيقة رغم كل ما فيه من عيوب كان بيحدد فترة سنة لإصدار قانون ينظم الاستئناف أمام محاكم الجنايات أو في أحكام محاكم الجنايات. هنا الدستور الأخير دستور 2013 نص على فترة 10 سنوات، وأنا شايفها فترة طويلة جدا. أنا في اعتقادي أنه من الأوفى أنه تقصر هذه المدة مع وضع الأنظمة الكفيلة بتدعيم هذه الدوائر وخلق دوائر استئنافية لأحكام الجنايات. دي هتوفر كثير من الجهد حتى على محكمة النقد، مش كل القضايا تروح محكمة النقد بعد كده، لأنه محاكم الاستئناف ممكن تتفادى كثير من البعض ما يصيب الأحكام من أخطاء. ده وارد، يعني وارد. هذا أمر يمكن في أمر مهم جدا أنا يعني كثيرا ما تحدثت عنه، وهي مسألة حظر الدفاع بالوكالة أمام محاكم الجنايات. ده بيزيد العبء على محاكم الجنايات وليس له أي أهمية وليس له أي ضرورة. أنا عايز أفصل في النقطة دي. تفسير الدفاع بالوكالة يعني إيه يا فندم؟ الدفاع بالوكالة أمام محاكم الجنايات، أنت أمام محاكم الجنح، القاعدة
أنه لا يشترط حضور المتهم بشخصه، وممكن يحضر عنه وكيل إلا في حالات معينة حددها القانون. الجرائم المعاقب عليها بالحبس. بالضبط. وفي الاستئناف إذا كانت دعوة مقامة من النيابة العامة. تمام. فهنا بيصدر الحكم حضوري. خلاص ما تعادش المحاكمة ضد الشخص وطالما حضر المحامي عنه. في أمام محكمة الجنايات بالذات لا يجوز الدفاع عن المتهم إلا إذا كان حاضرا. كان حاضرا. إذا لم يحضر ولو حضر محامي لا يسمح له بالدفاع ويصدر ضده الحكم غيابي. عدة إيه بقى؟ لو اتقبض عليه تاني لازم يعاد المحاكمة. إذا هو هذا حكم تهديدي. بمعنى انه بيسقط بمجرد القبض على المتهم وتعاد المحاكمة، او ان يتقدم المتهم أو إذا بعمل تقدم عادة اجراءات. بالضبط. اذا تقدم بإرادة يعني ممكن المتهم يعلم انه صدر عليه حكم من محكمة الجنايات فيتقدم بنفسه للنيابة العامة ويقوم بعمل حاجة اسمها اعادة اجراءات. طب ما دي ست مستشار بتطول المدة مرة تانية، هي بتضمن العدالة. لا انا عايز اقوله بتضمن العدالة بس يترتب على ذلك يا معالي المستشار اني انا شوف القضية بيحاكم عليها مرتين، لأن الحكم الأولان واتكتب الحكم وخده ويعاد مرة أخرى وبذل فيه المجهود الكامل وبذل فيه مجهود قضائي. ما هو أنا في حين إن لو حضر محامي سعادتك أدي أحكم إلا في حضور المتهم زي ما سيادة العميد قال، معالي العميد قال، فالنهاردة المتهم ما حضرش فبديله عقوبة حسب اقتناع بعد قراءة القضية غيابية. غيابية انا مقيد بانه لو جه المتهم عمل اعاده اجراءات ما زودش العقوبه. خلي بال سعادتك، لان لا يضر الطاعن بطعن. ما تزودش العقوبه لكن ممكن تقل او تبقى زي ما هي. تقل او براء. او براء. طيب الاعلان بقى، هي المشكله بقى النهارده في اعلان المتهم بهذا الجلسه الاولى. ما هو ساعات المتهم لا يصل له الاعلان، فاحنا بنعاني برضو مشكله اعلان المتهم بالقضية بتاعه. مين المسؤول عن إعلان النيابة العامة؟ النيابة العامة التي تقوم بإعلان أمر الإحالة إلى المتهم. المشكلة برضو إن محل الإقامة ما بيبقاش ثابت. صحيح. ما بيبقاش ثابت، قد يكون مقيم هنا وينتقل من هنا، لأن الجناية بتاخد لها في التحقيق في محضر الشرطة والتحقيق والإحالة تاخد لها سنة أو سنة ونص. فممكن ينتقل من محل إقامته أو يتغيب عند استلام الإعلان، ورود الإعلان له. فطبعا في هذه الحالة المحكمة ملزمة أنها تنظر القضية في غيبته. وعندما يصل لحد ما يبقى في حكم فيبقى في ضبط وإحضار مثلا ساعتها. لا، بموجب الحكم بقى وحدة تنفيذ الأحكام في كل قسم شرطة تتولى البحث عن المتهم المحكوم عليه. لان في كل قسم شرطه وحده تنفيذ احكام. طب لو عملنا الاجراءات دي قبل يا فندم، يعني لو بدل ما تبقى وحده تنفيذ احكام تبقى ضبط واحضار المتهم في قضيه، انها هتجيبه برضه؟ لا، ازاي يصدر الامر بضبط واحضار اجيبه لسه؟ ما هو النهارده الغالب بيحال لا اما يحال محبوس، لا اما يحال المتهم محبوس. يبقى ده حضوري. لا اما يحال مفرج عنه. طب ده المنظومة التشريعية يا فندم في المرحلة الجاية بقى هنطور فيها ازاي ان احنا نحل جزء حتى من ما هو هنمسك بقى قانون الإجراءات ونشوف المعوقات التي تحول دون تحقيق العدالة بالناجزة ونبتدي نعدل في القانون. إذا نحن نحتاج تعديلات كثيرة. ما هو في لجنة تشريعية دلوقتي برئاسة السيد رئيس صحيح. مجلس الوزراء وعضوية السادة القانونيين فبيبحثوا تعديل التشريعات بناء على القرار. في جزئيه بس في دي برضو كنت عايز اذا اذن لي ساعات المستشار. اتفضل يا فندم. انا عندي دلوقتي في نص في الدستور اصبح حاكم في هذه المساله. كان النص النصوص يعني اعتادت الدساتير السابقه على ان تقرر ان الدفاع للشخص حق الدفاع امام المحاكم وامام القضاء بالاصاله او الوكاله وفقا لما يقرره القانون. فكانت بتدي للقانون تنظيم هذه المسألة، يعني من الممكن أن يحدد شروط معينة للدفاع بالوكالة أو حالات معينة للدفاع من خلال محامي. أصبح النص في دستور 2014 بينص صراحة على أن حق الدفاع مكفول بالأصالة أو أصالة أو بالوكالة. لم يعد في إمكان المشرع أن يحظر، ولذلك النص الموجود حاليا في قانون الإجراءات الجنائية أصبح نصا غير دستوري. لم يعد في الإمكان أن نمنع حضور محامي للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات
طبعا ما نقدرش نطبقه دلوقتي لما يتعدل النص. يتعدل النص اصبح من الواجب تعديل النص. دي بعض الحاجات اللي محتاجه تعديل، لكن انت محتاج ثوره تشريعيه حقيقيه. بس احنا بدانا الحمد لله. اول خطوات اللجنه اجتمعت وبدات تدرس وهتاخد وقتها برضه، ربنا يكون في عين القانونيين القانونيين المصريين وراهم شغل كتير في المرحله دي. طب لا شك يعني. ودي اهميه بقى، ده تكمن هنا مدى العبء ومدى خطورة مجلس النواب القادم. طب يعني في تشكيله، لأنه سيقوم بمهام في غاية فضلا عن المهام الأخرى المتعلقة بالتدخل في السلطة التنفيذية باختيار الوزارة أو أنه يوافق عليها أو يقترح وزارة أخرى. في شأن التشريعات أنت في مرحلة بتعيد فيها منظومة التشريع في المرحلة القادمة، فمحتاج مجلس الشعب على درجة، مجلس نواب على درجة عالية جدا من الكفاءة. ولذلك يمكن والوعي القانوني، عشان كده اللجنة التشريع في اقتراحات أنها تمتد. بقول لحضرتك أحسن بذلك رئيس الجمهورية صنعا، ودي أول مرة فكرة غير مسبوقة أن هو يشكل هذه اللجنة العليا، والمفروض أن هي تضم كفاءات عليا جدا سواء من في القضاء أو من أساتذة الجامعات، عشان تكون في وجهة نظري أنا مكتب فني. صح. يدرس ويصيغ المقترحات ويقدمها لرئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء هيحلها المجلس النواب بالضبط، وهو لما يتم انتخاب صلاح القوانين. يعني حضراتكم مع استمرار اللجنة حتى بعد انتخاب مجلس النواب؟ من ما لا شك، اصل التعديل التشريعات ده مش هيتم في يوم وليلة. طبعا لا، ده هياخد يمكن سنة سنتين. وبعدين أنا عندي تشريعات مختلفة، مدنية وجنائية، وكل قانون ما والمدني فروعه كتيرة. صحيح. تجاري والاستثمار يعني في وعموما الصيغة التفاؤلية ممكن ننهي بها حلقتنا النهاردة. أنا بشكركم جدا على حضوركم، لأن الصيغة التفاؤلية إن احنا بدأنا فعلا العمل في التشريعات. أول الطريق أول الطريق الحمد لله. سيادة المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات القاهرة، نورتنا وشرفتنا. أهلا بسعادتك. دكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة، نورتنا وشرفتنا. أهلا وسهلا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده. من النهارده وبكره نشوفكم على خير، بكره ان شاء الله وحلقه جديده، او يوم السبت، مش بكره، بكره اجازه.